أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.